هنا القدس من دمشق، هنا دمشق من دمشق، هنا سوريا. تمت فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته السابعة الذي أقيم برعاية المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وأقامته وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع دار الأسد للثقافة والفنون، حيث كرم المهرجان عدد من نجوم السينما إلى جانب تسليم الجوائز للشباب المشاركين والفائزين في هذا المهرجان بدورته السابعة. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وجدنا أنه من الصعب أن نتخلى عن دورنا في تقديم هذه الدورة السابعة من مهرجان دعم سينما الشباب، لأن توجه الدولة اليوم هو احتضان هذه المواهب الواعدة ليس في مجال السينما ولكن في كل المجالات. شاهدنا خلال هذه الفترة حوالي 23 فيلم، الأفلام مختلفة بالشكل بالمضمون وحتى بالمستوى، بس الشيء بغض النظر يعني بدنا ننطلق لتحكيم أو لتقييم هذه الأفلام، أنا بشوف أنه نشوفها من وجهة نظر تانية، أنه وراء كل فيلم فعلا في مخرج أو مخرجة شابة عنده أو عنده مشروعه عم بيحاول يقدم اقتراح سينمائي مختلف. هلأ بالتأكيد يعني التجارب الأولى ما دائما بتكون مكتملة، الواحد بيضل بيتعلم وبيضل بيستفيد من تجاربه، وأنا برأيي أنه يعتبروها هاي التجارب هي مدرسة عم يستفيدوا منها ويتعلموا منها. شاركت كتير من الشباب بالأفلام القصيرة وسعيدة كتير بهي المشاركة، وبضل فنان يعني ما بيوصل لمرحلة معينة، يعني بضل عم يتعلم، تعلمنا منهم كيف هن بيفكروا، شفناهم شفنا الشغف اللي موجود عندهم، فهذا بيخلي الإنسان يعني بيثلج صدره انه ما زال رغم الظروف انه شبابنا والصبايا لساتهم في عندهم شغف باتجاه هذا الفن الراقي. اذا بدنا سينما شابه، سينما متطوره، سينما تحمل افكار جديده، لازم نزج بالطاقات الشبابيه بهذا الابداع. وانا بشوف انه هي التظاهره لهيك افلام وهي التظاهره السابعه، بتصور انه هي رح تفرز شباب، يعني مو كل حدا شرط انه اشتغل بهذا الشغف او بصناعه الفيلم انه هو رح يكمل ورح يكون محترف، لا، ممكن 20% من اللي اشتغلوا بهذا المهرجان انه يطلعوا محترفين، لكن يلزمون حتى نقول عنهم محترفين يلزمون الدراسة الأكاديمية أنه يطوروا أدواتهم، لأنه صناعة الفيلم هي صناعة معقدة جدا. مهرجان السينما الشباب والأفلام القصيرة ما هو إلا أحد الثمار التي ظهرت خلال الحرب الإرهابية على سوريا، تأكيدا على أن السينما السورية لم يوقفها التطرف ولا الحصار، بل أخرجت مواهب واعدة ستقود الحراك السينمائي في المستقبل وتخلف أسماء عظيمة حققت أكبر الجوائز العالمية.